السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعال نروح سنغافورة ونستمتع بكمية المعلومات الموجودة في المدينة على الموقع الافتراضي بتاعها. زي ما انت شايف في بعض النقط، كل نقطة بتقف عليها بيبدأ يجيب لك المعلومات، تقدر تدوس فتروح في نفس المكان وتبدأ تشوف الصور ثلاثية الأبعاد، وده اللي احنا بنسعى ليه في الأوبن ستريت ماب. حد عايز ينضم لينا يكتب بس أوبن ستريت ماب ايجيبت ويبدأ يصور، وفي كل الدول برضه هتلاقي اوبن ستريت ماب. تقدر تروح كل مكان وتلف وتدخل جوه المكان وتبدأ تشوف كل المعلومات اللي انت عايزها. ممكن تلاقي هنا قائمة بكل المدارس اللي موجودة، مثلا انت مسافر وعايز تدرس كل حاجة، هتاخد كل المعلومات وتديك كل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها. موجود في المكان وعايزين مثلا فود كورت بالشكل دوت، تقدر تشوف المكان والمطاعم الموجودة فيه. دي المنيو بيبقى فيه علامة باركود كده، مجرد ان انت تعمله سكان تبدأ تظهر لك كل الاطباق على الموبايل وتقدر تشوفها براحتك. صور يظهر حديثة على اكس عشان عدم استخدام، ممكن يكون في عشان الفيروسات وكده. سومنج كومبلكس، فتخيل بدل ما تروح تقول لا انا عايز قبل ما اشترك اشوف المكان، لا انت ممكن تشوفه كده وتشوف كل المعلومات اللي موجودة.